بينما تضرب الأزمات والصراعات العواصم الثقافية العربية. تسعى السعودية لأن تكون مركزا ثقافيا وتستضيف مهرجانات سينمائية وتمول إنتاج الأفلام. وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، تعمل المملكة على أن تكون قوة سينمائية وازنة في الشرق الأوسط تعكس تحولات عميقة في الصناعات الإبداعية عربيا. فخلال القرن الماضي اقترن اسم المملكة بالنفط والصحراء والأماكن الدينية، بينما كانت القاهرة ودمشق وبيروت منارات ثقافية عربية تنتج الأفلام والأغاني وتطبع الكتب. ولكن أحداث العقد الماضي حملت العديد من الأزمات لهذه العواصم، ومع خلو الساحة الإبداعية تقدمت المملكة لملء الفراغ، وهو ما تجسد في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث شاهد سكان جدة نجمات السينما العالمية يتمايلن على السجادة الحمراء. وفي المهرجان قالت منى خاشقجي المنتجة السينمائية والمسرحية السعودية: حان وقت التألق هنا في السعودية. هذا التغيير مدفوع بقيادة الأمير محمد بن سلمان الذي يريد تغيير الصورة الراسخة للمملكة من خلال بناء صناعات ترفيهية لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص العمل. ونجحت الرياض في اجتذاب 3 من أفلام هوليوود ذات الميزانية الكبيرة لتصويرها في البلاد، وقدمت لها التمويل والطائرات العمودية والطائرات المقاتلة لتتجاوز المغرب والأردن كوجهة مفضلة في هوليوود لتصوير مشاهد الصحراء الخلابة. ويشير كاتب المقال إلى التحديات التي واجهتها المرأة السعودية في مجال السينما، ويستشهدان بقصة الممثلة عهد كامل التي اضطرت أثناء عملها في نيويورك إلى إخفاء حياتها المهنية عن أسرتها، كان ذلك قبل بضع سنوات. أما الآن فإن أفراد أسرتها يضايقونها بطلباتهم للحصول على تذاكر المهرجان، وهي الآن تستعد لإخراج فيلم جديد سيصور في المملكة.